24 بودكاست جرامافون مع ريم زايد. من هو ظريف الطول الذي أصبح تراثا فلكلوريا؟ تمكنت أسطورته من خلق حالة وجدانية اجتماعية لدى الشعب الفلسطيني بأكمله، بما تحمله من معاني للتضحية والإباء، حتى بات يوصف كل شاب نابض بالرجولة ظريف الطول. فتعالوا لنتعرف معا كيف تحولت قصة ظريف الطول لإرث يغنى في جميع المحافل والمناسبات الوطنية الفلسطينية. هذا بودكاست جرامافون، وأنا ريم زايد من 24. ظريف الطول بحسب رواية الأجداد ومؤرخي التراث هو شاب فلسطيني يقطن في إحدى القرى الفلسطينية. أكسبه طول قامته لقب ظريف الطول. أعجبت بظريف فتيات القرية بأكملها، فقد كان قويا صارما. ويحكى أن زوجة مختار القرية بنفسها طلبت منه أن يصنع لها خزانة كي تلفت نظره لابنتها، وزوجة خطيب المسجد صنعت عنده صندوقا خشبيا وحدثته هي الأخرى عن ابنتها، لكن كل هذا دون جدوى. وفي ظل وجود الانتداب البريطاني شنت إحدى العصابات هجوما مباغتا على القرية، استشهد على إثره 3 شبان، واختفى حينها ظريف الطول عن القرية لمدة 4 أيام. لاحقا علم أهل القرية أنه غاب ليشتري البنادق من ماله الخاص تأهبا لهجوم آخر، وبالفعل عادت العصابات بعد قرابة الشهر ليقوم ظريف الطول بتوزيع البنادق على الشباب للدفاع عن أنفسهم. وانتهت المعركة بمقتل 6 أفراد من تلك العصابات. وبعد بطولات ظريف الطول وشبان القرية عادت العصابات للأخذ بالثأر، واندلعت معركة حامية الوطيس في مزارع التفاح. استشهد عدد كبير من أبناء القرية، وفي الوقت نفسه سقط عدد كبير من أفراد العصابات. وعندما قام أهل القرية بجمع جثث الشهداء لم يجدوا ظريف الطول بينهم، ولم يكن بين الأحياء واختفى. وأجمع أهل القرية على أنه قاتل بشراسة وقتل أكثر من 20 شخصا من أفراد العصابات مستخدما بندقيتين في آن واحد. وحينها تحول غيابه لمادة دسمة للأقاويل والشائعات، فالبعض ادعى رؤيته وهو يقاتل مع الثوار في يافا، وآخرون أقسموا أنهم رأوه على ضفاف نهر الأردن يفجر دبابة، ومنهم من قال إنه كان في بيروت إبان الاجتياح في 80s. حزن أهل القرية على غيابه، ونسجوا بذاكرتهم صورة حية للرجل الفلسطيني تشبه ظريف الطول. ومنذ ذلك الوقت وهم يغنون يا ظريف الطول، وبما تحمله هذه القصة من قضية وجدانية ترتبط بالأرض، استطاعت أن تصبح ظريف الطول إرثا فلسطينيا يغنيها الشعب في مخيمات الشتات في الأردن وسوريا ولبنان. لا بل أصبحت فلكلورا يغنى في محافل بلاد الشام ولبنان.